أظنكم شفتوا اللي أنا كنت بتكلم عليه في مسألة الإسكان الاجتماعي، ده واحد ومهم بل هو الأهم، والإسكان المتوسط. طيب هنا نرجع، شوف أنا موتي وسمي إن يبقى في بني آدم زي برضو الأخ ناصر ومن شابهه كده، كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى ضرب المثال كده، بني آدم شايل على كتافه شيء هو مش فاهمه، فهو سبحان الله اتحط يعني زي اللطخ قدام الكاميرا كده، وهو ايه عمال يقول اي كلام. بس مش القصة، القصة فيني مش هقولك لا اصلا اغنية وهو يحب يتكلم كده، يتكلم من مناخيره لما يعمل كده فكرة يقولوا عليه مثقف، لما يعمل انا كادع مش موضوعنا. موضوعنا الرئيسي انه ايوه اهو، يعني في اسكان اجتماعي عمرات، في اسكان متوسط كتير جميل بالتقسيط للموظفين للعمال لبشر الله للخلق. احنا هنتكلم بشكل اكثر عمومية ثم ندخل في التفاصيل مع رئيس جهاز مدينة العالمين الجديدة، منورنا داخل الاستوديو مهندس وائل سمير. ازاي الصح؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. انا قلت داخل الاستوديو، انا معتاد اقول الاستوديو. لا ده احنا الضيوف عندكم، احنا عندكم هنا. شرفتنا في مدينة العالمين الجديدة، وبشكر فريق عملك على مجهوده في مدينة النهاردة. اطلاقا اطلاقا، بالعكس ده احنا اللي تعبناكم وهلكناكم، وان كنتم انتم متعودين على الشمس والشغل والحكاية دي. طبعا خليني هتكلم معاك الاول على العالمين الجديده. ايه هي العالمين الجديده دي؟ خليني بس يا فندم اوصف لحضرتك كده، هو ايه كان الوضع على المساحه اللي احنا قاعدين عليها دلوقتي قبل ما يطلع قرار الجمهوري رمله لمدينة. لا خليني الاول اقول ايه الفكر نفسه. احنا محور من محاور الجمهوريه الجديده هو تعظيم الاستفاده من امكانيات الدوله، فما كانش ينفع يبقى عندي مساحه زي دي بطول 14 كيلو على اجمل شواطئ البحر المتوسط وتفضل زي ما هي ما هي إلا معالم من حرب العالمية الثانية وألغام ومستنقعات، وأنا عندي قيمة للأرض. فكان التوجيه الأول صدر في 2017 على المساحة اللي قعدت 70 سنة بدون تنمية للقوات المسلحة، بالبدء الأول في تطهير المنطقة من الألغام وتحتها البدء في تنمية. أنا بقول لحضرتك مساحة قعدت 70 سنة بدون تنمية، فكر دولة تعظيم الاستفادة من إمكانيات الدولة عشان في الآخر نقدر نجر بيها تروس الاقتصاد وحركة التنمية في المكان كله. المساحة اللي حضرتك موجود عليها دي جاية في منطقة احنا مسميها غرب الساحل الشمالي، دي منطقة ممتدة من غرب اسكندرية لغاية السلوم بطول 250 كيلو. ال 250 كيلو دول عليهم قرى سياحية ومنتجعات ما بيجمعهاش حيز عمراني واحد، وبتقتصر على شريحة معينة من المجتمع. ده كان الوضع قبل ما يبقى في توجيه ونشاط ورواج شهرين ونص. شهرين ونص، وبرضو زي ما بقول لحضرتك كده بيقصد بيها شريحة معينة من المجتمع. فكان الفكرة القيادة السياسية ان احنا نبدأ في انشاء مدينة العالمين الجديدة بحيث ان هي تبقى شريان التنمية لمنطقة غرب الساحل الشمالي كله، ونبدأ هنا نغير العقيدة والبيهيفير او سلوك المواطنين ان المنطقة دي بس منطقة موسمية في فصل الصيف بس. صدر قرار الجمهوري في 2018 في بإنشاء المدينة زي ما حضرتك عرضت من شوية كده الإسكان الاجتماعي وسكن مصر. أنا عاوز أقول إن لبنة البداء في مدينة العالمين الجديدة مش الأبراج اللي ورا حضرتك. إحنا ابتدينا الأول بالإسكان الاجتماعي المميز، وابتدينا بالمرافق، وابتدينا بالممشى السياحي كمرحلة أولى في المدينة. كان يعني أنتوا بدأتوا بالإسكان الاجتماعي قبل الأبراج؟ آه، يعني احنا اول نوعيه اسكان احنا ابتدينا بيها في المدينه هو الاسكان الاجتماعي. يعني عكس ما كل الناس متخيله. أيوه. ان احنا بدانا بالابراج، واحنا ابتدينا الاول بالانفراستراكشر او المرافق، محطه تحليه ميه برضو عشان برضو تبقى لتوجيهات القياده السياسيه ان احنا نحاول بقدر الامكان نحافظ على المقلنات المائيه الموجوده من ميه النيل. فاحنا برضو استغلينا طبيعه المكان وعملنا محطه تحليه وخلصناها بالفعل عشان نبدا منها نضخ بها ميه على مستوى مدينه العالمين والمناطق المجاوره كمان. حلو قوي. بدانا بالاسكان المميز والمرافق زي ما قلت لحضرتك، محطه ميه وتطوير الطريق والممشى السياحي اللي حضرتك شايفه ده اللي هو فاليد وافيلبل للناس كلها وبدون مقابل. يعني الحته اللي انا قاعد فيها دي كده ببص على ممشى سياحي وببص على بلاج وببص على الحاجات دي، ده لخلق الله متاح لكل الناس بدون مقابل،
وعلى قد ما احنا عاملين له اتاحه للناس احنا برضو جايبين شركه محترمه توبريت المكان وتوفر سيكيورتي ونظافه وامن، تعمل اداره وامن ونظافه دايما، يفضل دايما الممشى السياحي في احسن صوره، نحافظ عليه. اه طبعا حلو قوي. اه طيب